وجود مبارك يعني في مثل هذه الفعاليات التضامنية مع أسر المعتقلين. طبعا عندنا هنا معتقل سيد تميم وسيد ماجد وسيد هاشم وسيد علوي، وهما حسب له المواثيق الدولية طبعا يمثلان اعتقال لنموذج من الأطفال. طبعا السن الدولي بالنسبة للطفولة هو 18 سنة. يعني في البحرين عندنا قانونين، قانون يقول انه 18 سنة، هذا طبعا يستخدمونه حق الإعلام الدولي وإظهار ان البلد يسير في منحنى حقوق الإنسان، بينما في قانون هم يمشون في محاكمه قانون عقوبات، هذا طبعا صادر في سنة 76 أصدره بمارسهم، طبعا لا في كان مجلسنا النحل للمجلس الوطني في سنة 75 وأصدر هذا القانون لو قانون عقوبات بمرسوم أميري حسب كلامون له كان عيسى بن سلمان مؤخرا بس قبل تقريبا 4 أيام أو 5 صدر تقرير مهم إلى منظمة العفو الدولية اللي هو أمنستي انترناشونال، وأشارت فيه بوضوح عن طريق طبعا اللي هو سعيد بومدوحة اللي هو يمثل الأمر المختص الشرق الأوسط والبحرين خصوصا، أن البحرين من أعلى الدول في اعتقال الأطفال. طبعا هذا هم راجعين إلى نسبة السكان، يعني سكان البحرين ما يتجاوز 500 أو 600 ألف، ويعتقل الأطفال من 200 أو 300 طفل. حاليا هم طبعا حسب تقريرهم راصلين 110 حالة. فهي نموذج، فهي جزاء الله يجزي خير لقاموا بهي الفعالية، فعالية جيدة لإيقاف المجتمع على معاناة ولو جزء بسيط من ما يعانيه هذه الشريحة من المجتمع.